هذه واجهة الاحتفالات برأس السنة الميلادية في منطقة تاغيت التي تستقطب لرمالها آلاف الزوار بحثاً عن توديع العام المنقضي والتيمن بعام جديد. منطقة تجمع بين الجمال الرباني المجسد في الرمال الذهبية وبين آثار نحتها الرجل البدائي تاركاً تاريخه مدوناً على الصخور. نحن ما كناش نعرفوا هذه تاغيت، كنا ليها برك وكانت في حسن الظن صح، وكان الشعب الله يبارك. وميال تاع العام جديد، شو نقول لكم؟ ميال عام جديد ان شاء الله يكون تكون البلاد مليحه والبلاد مهنيه ونجوزوها لاباس وخلاص. هذه هي الهنا والسعاده. يا رب يعطينا الصحه اولا، ان شاء الله ربي يعطينا صحتنا، ونتمنى كاع الجزائريين ان شاء الله ربي يهنيهم. احنا نتمنى ان شاء الله الخير للبلاد، خير البلاد الجزائريه، ربي يحفظهم ان شاء الله، وان شاء الله يجي الخير للبلاد هذه. هذا واش نتمناو. العام الجديد امنيه تاعنا ان شاء الله البلاد تستقر في احسن ان شاء الله وضعيه، ويكون البلاد مستقره عندنا. لكن يكفي العوده بعد ليله الاحتفال لتجد ذلك الجمال مجرد ذكرى يحفظ في عقول الزوار، ليترك لاهل المنطقه الخراب فلن تميز في هذه الصخور بين الآثار المتروكة في الأزمنة التي خلت وبين جديد ما دون في لحظة طيش. رسالة نتمنى إن شاء الله إحنا هذه تبقى كشغل تاريخ، هذه تجي تشوف تتنظر، ماشي تجي تخسر، تجي هنايا تشبع منها وتروح، ماشي تجي تخسرها. والله يهديهم إن شاء الله. غاشي، كاين غاشي ما تقدرش توصفهم، كاين اللي ما يحبش السياحة، ما يحبش هذه الصوالح. إحنا هذه بلادنا نحوصوا لها تزيد، نحوصوا تكون شابة، نحوصوها جا دوك دخلنا رئيس جديد، وإن شاء الله على ربي تكون مليحة معاه، ونتمناو بعد الصوالح باش ما يجيش يوقعوا إن شاء الله الأشخاص. والزوار هادو لا يجوا، هادي تعنينا هاد لاكرافير ككل تعنينا، ما تعنيش أنها قرية ولا تعني داير تاغيت ولا تعني ولاية بشار، راه تعني 48 ولاية الجزائر. أنا نتمنى اللي يجينا هنايا مرحبا به، ويحافظ على التراث نتاعه. هذا راه تراث عنده 10000 سنه قبل الميلاد ولا اقل ولا اكثر، لازم التراث راه الناس حسدان عليه. احنا باش نجيو نضيعوه؟ ماذا بينا نجيو نحافظوا عليه ونوروا للجيل اللي جاي ولا اللي ولا اولادنا باش ديما يخلوه كما كان. هو حال العشرات من الاثار الموجوده في بلادنا، تاريخ عريق يطمس في وضح النهار بلا حسيب ولا رقيب، والمتضرر في هذا سكان المنطقة الذين يكسبون قوتهم في هكذا نقاط أثرية حضارية حباهم الله بها.